سبحان الله سبحان الله. سيران الباجي تحب كثيرا الحمص، صراحة عنده فوائد كثيرة جدا بزاف. السلام عليكم. طريقة تحضير الحمص لتقديمه للطيور نظرا لتوفره على العديد من الفوائد الصحية، وهو شيء طبيعي جدا لا يضر الطيور، بالعكس يجعل الطيور يعني تقشاش منه وتأكله جيدا، مما يجعلها أو يؤدي للحصول على مجموعة من الفوائد. هذا يعطي بنية قوية للطيور ويعطيها كذلك مجموعة من الفوائد، من بينها البروتين الطبيعي المهم يعني لبناء عضلي أو عظام جيدة للطيور، وكذلك يعطيها الطاقة على طيلة اليوم. يعني نترك مثلا نأتي بالحمص ونتركه في الماء لمدة لا تقل عن يومين، لماذا؟ ليصبح الحمص جاهزا أو رطبا لاغتشاشه من طرف الطيور. كم يقدم في الأسبوع؟ يمكن أن تقدمه مرة في الأسبوع، مهم جدا. بالنسبة للأشخاص التي لن تأكل طيورها هذا الحمص، يجب تجويع الطيور لمدة ساعتين على الأقل، وبعد ذلك نترك الحمص لوحده في المأكليات، وبعد ذلك ستأكله الطيور وستحبه من بعد، وهذا سترى نتيجة ذلك بعد إعطائه 5 مرات إن شاء الله سترى النتيجة، وستكون نتيجة مبهرة، وذلك بحصولك على طائر يعني جيد ويقشاش هذا، فيصبح طائر نشيط وإن شاء الله سيشعر بتحسن وصحة جيدة نظرا لتوفره على مجموعة من الأغذية الجيدة. هذه الطريقة ستجربها وستشكرني جيدا إن شاء الله، لأنني أجربها وأعطيها لطيوري، وكذلك حصلت على طيور جيدة الحمد لله كما تلاحظون. هذا أمر مهم جدا إن شاء الله، وأنا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء أيها الطيبون.